الأكوان العظيمة تباركنا، الأكوان العظيمة تملأنا بالحكمة والسلام الأبدي. من أنا؟ أنا ضوء الأكوان. دائما اسمع الأكوان تناديك، تنادينا. من نحن؟ نحن قوة أبدية، نحن فرح، نحن سلام، نحن حكمة الأكوان. كل واحد معانا وكل واحد يستمع إلنا، أعرف حقيقتك، أنت ضوء الأكوان. ما هو معنى الضوء؟ شنو هذا الضوء؟ الضوء هو قوة، محبة، خير، سلام، فرح، أمان، ثقة، هدوء. الضوء ما بعد الزمن، ونحن ضوء الأكوان. هذه الحقيقة التي أخفيت علينا بالرياضة الكونية. عندما تبدأون بها يجب أن تعرف معاني وجودك بالأرض. الخطأ الكبير بالرياضة هذه العامة، هذا خطأ كبير، يجون ها يمارسون الرياضة وأصلا ما يعرف هو شنو أصله بالأرض، شلون وصل إلى الأرض. وبالعلوم الرياضية أو بالعلوم المادية اللي هي أغلبها مو صحيحة، يركزون على المادة، الخلية يركز على الخلية، تشاهدون على الجسم هذا المادة. أجسامنا طاقات ضوئية، كل خلية من خلايا أجسامنا طاقات ضوئية عظيمة. الروح، الفكر، الجسم، الأنفاس، الوعي، هو هذا الضوء. نحن حياتنا ضوء. انتبه إلى هاي الرسالة، اترك المحدود، كل الأخبار وكل الماضي ممكن اللي عشته، كل الظروف المادية كلها فيك، مصنوعة من قبل كائنات تعيش بالوعي السلبي. يجب أن تعرف أن حقيقتك الحقيقة. ليش موجود بالأرض؟ لماذا نحن موجودين بالأرض؟ نحن أسقطنا من أبعاد الضوء، هاي كل القصة، وبرمجونا بالفيك. والخلية البيولوجية في حقيقتها، الجسم في حقيقته هو الضوء، الماء، النار، الهواء، والأرض يعني المادة. أكرر، الضوء، الخمس عناصر، النجمة الخماسية، أجسامنا النجمة الخماسية، أجسامنا المنظور والغير منظور، حياتنا المنظور والغير منظور. ادرسوا العلوم الكونية، شاركوها شبابنا، شاركوها مع الطلاب الجدد، درسوهم هاي العلوم. ثلاثة كتب مهمة، كتاب قوة الوعي لنيفل جودارد، وكتاب Your Invisible Power، قوتك الغير منظورة، لجينيفيف بيرن، ولها كتاب آخر Attaining Your Desire، حصولك على أهدافك. ثلاث كتب ترجمناها وناقشناها بعمق. أطلب من كل واحد يسمعني اللي يدرس ويانا سنة سنتين واللي درس هاي الكتب وفهمها، أطلب منكم تدرسوها للطلاب الجدد. أيضا توضحون للطلاب الجدد، للناس، إحنا قوة أبدية، روحنا، جسمنا، فكرنا، وعينا قوة أبدية، الضوء الأبدي، نعيش ضوء الأكوان، نعيش قوة الأكوان في أجسامنا، في أرواحنا، في أنفاسنا. الحلقة أعتقد 1631، تمام؟ سوينا تمارين بالرياضة الكونية. الآن الطعام، الطعام مهم جدا جدا جدا. سويت هذا أعظم، إحنا بالعراق نسميه تمن، أعظم تمن بالعالم، وبه هذا
بالكركم الهندي، يقولون كاتبين يعني الكركم الهندي، وبأيضا الفلفل الحار خلطتها. ها هذا، وعدي هذا الآن يعني جاهز الآن تقريبا، هو يعني أكملت إعداده باللغة العربية الفصحى. هذا ايش عندنا هنا؟ هذا البوتيتا هذه، ها شوفوها، وهذا اللبن، وهذا ما اعرف يسموه بالعربي، تعرفوه اعتقد الاسم ماله، ها اللي هي البينز والقرنابيط اعتقد، صح؟ زين، وهذه الخضار، الخبز. نبارك الطعام ونبارك حياتنا ونبارك أنفاسنا باسم الطعام العظيم، هكذا من تعدون الطعام، باسم الطعام العظيم الأطعمة تسمع عنها، أستلم ظروف عظيمة باسم الطعام العظيم، باسم قوة الأكوان أعيش حياة عظيمة. زين، أيضا شبابنا أكرر معلش، اهتم بالرياضة الكونية جدا جدا جدا، سووا جيم بسيط بالبيت، كل واحد يسمعني سوي جيم بسيط بالبيت وجيب ما يقارب أقل شيء 50 كيلو من هاي الأقراص، يعني ممكن حتى حداد ممكن يسوي، حدادين ها يصنعوها. ما معنى الرياضة الكونية؟ ما هو تعريفها؟ الرياضة الكونية الرجوع إلى الضوء، هذا تعريفها. الرياضة الكونية إعلان إننا خالقين بالرياضة الكونية، دائما نطبق تمارين إله النار. احنا آلهة النار، نعم احنا آلهة الهواء، احنا آلهة الضوء. أكرر، ما معنى الضوء؟ ركز على هاي الكلمة وفكر بيها، الضوء هو القوة، هو الخلق، هو الخير، هو الذكاء، هو الحب الأبدي. لو نفتح حياتنا قبل ملايين من السنوات، اللي أنت شاهدني لو أرجع بك ملايين من السنوات، تنصدم 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 تنصدم، تقول هاي حياتي وما أعرف، أنت أنا شعوب الأرض، إحنا طاقات ملائكية عظيمة، طاقات ضوئية، وأكرر معلش تم إسقاطنا حقيقة. أنت عايش مئات الملايين من الحياتات، أنا عايش مئات الملايين من الحياتات، كذلك تم السقوط. ها أسقط الكائنات الكونية الأسودية، هذا أسد الغابة الذي تروح بالأرض، هذا ينتمي إلى كواكب كونية،
ليش نتكلم حول هاي المواضيع؟ معرفة أصلنا مهم جدا جدا بحياتنا. من تعرف أصلك تستطيع أن تفهم كيف تتصرف، وتعرف أيضا أنك كائن أبدي، وتعرف أيضا أنك الذكاء. المعرفة تحرر. المعرفة تحرر. فكر بهذا، هذا السطر. المعرفة ماذا تحرر؟ المعرفة. نحن طاقات ضوئية، قوة أبدية، قوة. إحنا طيب، إحنا الروح، الفكر، الجسم، العواطف. You see؟ أنا ضوء الأكوان، أنا قوة الأكوان، أنا حب أبدي، أنا روح أبدية. أستلم دي أنا الأكوان. بالمناسبة بالحلقة 1630، تمام، ويانا اللي شادوها 1630، من حشينا على الأورمس، تمام. فالآن تقريبا مرتين أنا مستخدمه، فأعطيكم الوضعية. هذا شوفوا، ها، أعتقد بالعربي يسموه ماء الذهب. وضحناه وناقشنا هذه المادة، هاي مادة كونية، ناقشناها بالحلقة 1622. أكرر، الحلقة 1622. فمرتين وأشعر شعور عظيم حقيقة، اتصال كوني عظيم، الأفكار الكونية، القوة الكونية. يعني كوضعية بعد استخدامي مرتين لهذه المادة، الأعشاب، أعشاب الأبدية، مهمة جدا. وخطأ يسموها فيتامينات أو مقويات، لا لا، هذه أعشاب عندها ذكاء. ومن تمارسون الرياضة الكونية، أنبهكم الأمر، لازم تستخدم هاي الأعشاب. الرياضة الكونية تبدأ بها شهر شهرين بساطة، بس هي في المركز يجب أن تكون ثقيلة. من تمارسون الرياضة الكونية تحتاج طعام بكثافة. ومن تمارس الرياضة الكونية تطبق، تعيش وأنت أجسام ضوئية، عندك 1000 قلب و1000 يد وفكر كوني عظيم.
وروح عظيمة، وأنت تمارس الرياضة الكونية. هاي العلوم الكونية، علوم الضوء، لو تعرفها، فقط لو تعرفها، منتخب العراق بكرة القدم، منتخب مصر بكرة القدم، المنتخبات الخليجية بكرة القدم، كان منتخب العراق، وأعطيكم بليون بالبليون لو يطبقوها، لو يعيشوها العلوم الكونية، علوم الضوء. منتخب مصر بكرة القدم، منتخب العراق بكرة القدم كان يأخذون كأس العالم، أو المنتخبات الخليجية يأخذون كأس العالم. الرياضة مختلف أنواع يعني الألعاب الرياضية ليست بالمستوى المطلوب، لا، لأنه ما يدرسوهم أصل الإنسان. مهم هذا، الرياضي يدرس، الطفل يدرس من البداية. نحن ضوء، الوعي، معرفة أن الإنسان هو ضوء الأكوان. هو يجي لاعب كرة القدم يتمرن فقط بالجسم، بالمادة، ما تفيد هذه، ما تفيد. ليش؟ لأن يخاف، شوف، يعيش السلبية، يعيش القلق. أنتوا تعرفون ماكو كبر بالعمر؟ أنتوا تعرفون ماكو موت؟ أبداً، الموت فيك، الكبر بالعمر فيك، صنع من أجهزة تكنولوجية حول الأرض، بس هسايا أزيلت أجهزة تكنولوجية تبث الفكر السلبي، الوسواس مثلاً، ها؟ الكوابيس، هاي الكوابيس كلها فيك، مصنوعة بأجهزة تكنولوجية من كائنات سلبية. حياتنا ضوء، أفكارنا ضوء، أنفاسنا ضوء، نعيش قوة أبدية شبابنا. ناصر لمن هذا، ها؟ طيب، هذا الرز حقيقة شهي جدا، تمام. وانت تتناول الطعام، تقول، تكرر، تقول: أنا قوة الأكوان، أنا جسم الضوء. وانت تتناول الطعام،
تعيش بأجسام ضوئية، وأنت عندك ألف قلب، ألف عين، ألف يد، ممكن شخص يسأل يقول وراء تناول الطعام أتمرن؟ بالطبع تستطيع تتمرن، بس ممكن بعد تناول الطعام بعد ساعة، ها؟ بس أنا هسه راح أعمل تمرين فقط من أجل، أو نعمل تمارين فقط من أجل التوضيح للطلاب، لأن إحنا مقبلين على حياة كونية عظيمة. لقد أخبرنا بممارسة الرياضة الكونية، أخبرنا من قبل كائنات كونية بممارسة الرياضة الكونية تنفتح جينات الأبدية، وفي كل يوم هناك اكتشافات جديدة في علوم الأعشاب، احنا نسميها أعشاب الأبدية، اهتموا بها، ادرسوها، مهمة جدا 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 هذه. القادم بالأرض، ظروفك، حياتك عظيمة. كل الأخبار هاي والإعلام والسياسة كلها فيك، كلها امسكها وارميها بالزبالة، واعلن أنت قوة، وأنت فرح، وأنت سلام، وأنت الضوء. انطلق بحياتك مليء بضوء الأكوان. قول معي: أنطلق بحياتي مليء بضوء الأكوان. هكذا مليء بالسلام، مليء بالحب، مليء بالخير. في كل نفس أتنفسه أعيش، تقول هكذا: في كل نفس أتنفسه أعيش ضوء الأكوان. في كل نفس نتنفسه شبابنا نعيش ضوء الأكوان، في كل نفس نتنفسه نعيش قوة الأكوان، ونعلن نحن ضوء وفرح وسلام. أبارك جسمي العظيم، أبارك حياتي العظيمة، أنا قوة أبدية، أنفاسي قوة أبدية، روحي روح كونية عظيمة. أنطلق إلى أعماق الأكوان، أنطلق إلى أعماق الأكوان وأعيش الضوء. أنا الضوء، أنا خالق عظيم، أنا إله النار. صوت أم، صوت الحرية. وأنت غامض عينك وتطلق هذا الصوت فترى أنت حر، أنت ضوء، أنت قوة، أنت سلام، أنت جمال الأكوان. أبارك هذا الطعام، أبارك حياتي، أبارك أنفاسي، أبارك ظروفي العظيمة، أبارك جسمي العظيم. معلش لو تسمحون لنا أيضا أكرر، من نتمرن شبابنا ما نركز على الزمن، ما نركز على جسمنا وإحنا قاعدين بالبيت نتمرن، لا، نركز وإحنا في أعماق الأكوان،
اترك المادة. وعندما تبدأ التمرين اعرف خلايا جسمك، جسمك البيولوجي، روحك، فكرك، عواطفك، أنفاسك، اعرف هذا، تتحرر، تصعد إلى أعماق الأكوان. بمجرد أننا نضع النوايا الكون يسمع، بمجرد ننطق نحن ضوء الأكوان، نعيش ضوء الأكوان، الكون يسمع. وهذه الأطعمة، هذه الأعشاب ويانا تباركنا. أنا إله النار، قول وياي، أنا إله النار العظيم. ومن تقول أنا إله النار العظيم، انطلق في أعماق الأكوان وشاهد نفسك طاقات تنينية مباركة مقدسة. تقول هاي الكلمة، أنا طاقات تنينية مباركة مقدسة. أرواحنا، أنفاسنا، أجسامنا في أعماق الأكوان تعيش قوة بديهية. التابينج، شوف 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 شوف، هذا جدا مهم. معلش فقط أكرر شبابنا، هو بعد هذا الطعام المفروض ممكن ساعة، ساعة ونص، ساعتين الشخص يمارس الرياضة لو اللي يريد، بس أنا أكملت هذا الطعام، بس أريد أوضح للطلاب يعني الرياضة الكونية والدراسة المستمرة للعلوم الكونية والصلاة المستمرة، الصلاة الضوئية. ثلاث نقاط مهمة. أيضا أطلب من كل الطلاب اللي يدرسون معانا سنة سنتين يبدأون يدرسون الطلاب الجدد بالثلاث كتب هذه مهمة، كتاب قوة الوعي لنيفل جودارد، وكتاب Your Invisible Power، كتاب جينيفيف بيرد، هذا كتاب عظيم، قوتك الغير منظورة، ولديها الكتاب الآخر حصولك على أهدافك، كتاب عظيم جدا هذا. كل واحد يسمعني، ابدأوا درسوها للطلاب الجدد واخبروا الناس بحقيقتنا، قولوا لهم إحنا قوة بديهية، لأن المقبل بالأرض عظيم. لقد أخبرنا أن المقبل بالأرض عظيم، أخبرنا من قبل كائنات كونية من أبعاد عليا أن المقبل القادم بالأرض عظيم. حياتنا بانفتاح، نعيش الذاكرة الكونية، الوعي الكوني، الضوء، الحب، السلام، الخير، روحك، أنفاسك ضوء الأكوان، أجسامنا ضوء الأكوان. أستلم قوة الأكوان في روحي، في أنفاسي، في جسمي، أعيش محبة أبدية. ويانا شبابنا، ها؟ بهدوء، ها؟ step by step. أنا ضوء الأكوان، أنفاسي، روحي ضوء أبدي. أغمض عينك هكذا وانطلق إلى أعماق الأكوان. أعيش قوة أبدية، أنفاسي، حياتي قوة أبدية، روحي قوة أبدية. أنا المنظور، أنا الغير منظور. أعيش حياة عظيمة، روحي عظيمة. أعيش الأبدية، أنا في أكوان الأبدية، أنا في أكوان الأبدية، أنا في أكوان الأبدية، أنا في أكوان الأبدية. أبارك الماء العظيم، هكذا نقول من نشرب ماء، تقول أبارك الماء العظيم. تنفس،
الخلية من خلايا جسمي تعيش ضوء الأكوان. كل خلية من خلايا جسمي تعيش ضوء الأكوان. أنا المنظور، أنا الغير منظور، أنا طاقات الأبدية، أنا إله النار، أنا إله النار، أنا قوة الأكوان. أسلم ديني الأكوان، أسلم ديني الأكوان، السلام ديني الأكوان، في روحي، في أنفاسي، في جسمي، أعيش قوة الأكوان. أنا ضوء أبدي، أنفاسي روحي ضوء أبدي، أنفاسي روحي ضوء أبدي. تغمض عينك هكذا شوف، وأصعد إلى أعماق الأكوان. لا تفكر بالأثقال، أنت في أعماق الأكوان. ضوء أبدي، روح أبدية، قوة أبدية. أريد أقول لكم شغلة، من أغمض عيوني وأعيش في أعماق الأكوان أصبح أكثر قوة بالأثقال حقيقة. تعرفون، من أغمض عيني وأكون أعيش ضوء الأكوان أصبح أكثر قوة. نغمض عيوننا ونعيش في أعماق الأكوان. أنا وين هسه؟ أنا فوق الزمن، أنا أبعاد الأبدية، أنا روح أبدية، أنا المنظور، أنا الغير المنظور، أنا قوة أبدية. أنا طاقات تنينية مباركة مقدسة، 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 أنا طاقات تنينية مباركة مقدسة. أنا في أعماق الأكوان، أستلم ديني الأكوان، أستلم ديني الأكوان، أستلم ديني الأكوان. هاي الإشارة، صعد إيدك، أستلم ديني الأكوان، نزله من الرأس ونزولا، أستلم ديني الأكوان هكذا، أستلم ديني الأكوان، أستلم ديني الأكوان، أستلم ديني الأكوان. كل خلية من خلايا جسمي تعيش ديني الأكوان، تتفعل الطاقات الكونية في خلايا جسمي. أعيش بمليون قلب، هكذا تقول، أعيش بمليون جسم، أعيش بمليون يد، تقول أعيش بمليون يد. وأطلق بهالاستقامة، سووها الآن، أعيش بمليون يد، هكذا، أعيش بمليون يد، أعيش بمليون يد، أعيش بمليون يد، أعيش بمليون يد. السلام ديني الأكوان، السلام ديني الأكوان، السلام ديني الأكوان. هاي المنطقة، شوف شوف شوف، هذا التابنج، التابنج مهم، الرأس، شوف 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 شوف، التابنج مهم. أيضا تعيش الفرح، قول معي، نقول نعيش فرح الأكوان، نعيش جمال الأكوان. التابنج شبابنا مهم، التابنج جدا، شوف شوف على رجلك الآن بقوة. هاي المنطقة، المنطقة، شوف شوف شوف، هاي هاي ها.
يسي حتى بهال يعني بهالستايل. شوف الرقبة. منطقة الرأس مهمة. شوف ها. اعمل جيم بالبيت وابدأ ويانا طلاب. ابدأ، احنا جاي نمشي نصعد. ابدأ ويانا، ارجع للحلقات اللي بدينا بها الرياضة الكونية. سوي جيم بالبيت وابدأ طبق وعيش حقيقتك. أنت ضوء الأكوان، احنا ضوء الأكوان. التنفس مهم. شاركوا حلقات الرياضة الكونية في منصاتكم الكونية، وأخبروا الطلاب الجدد بالرياضة الكونية. أخبروا الناس بالرياضة الكونية، مهمة هذه. هذا مرة أخرى، ها؟ 6 كيلو، 2.5، 8.5 كيلو. أريد أسوي هكذا، أحطه هنا. شوف ها الثقل، وبالثقل أيضا أرفع هذا. شوف واحد هكذا شوف. نغمض عيننا ونصعد إلى أعماق الأكوان. قول هكذا، أصعد إلى أعماق الأكوان. أنت تتمرن تقول أصعد إلى أعماق الأكوان. أعيش الضوء، أعيش حب أبدي، قوة أبدية. أنا ضوء الأكوان. التنفس، من تتمرن وأنت تتنفس. لو تعرضون هذا يعني هاي الحلقة إذا عندك تي في كبير، ها حجم ما أعرف 50 52 40، تعرضها مثلا بصالة البيت وتسوي جيم وتشاهد الحلقة وتتمرن. الرياضة الكونية مهمة جدا مع دراسة العلوم الكونية ومعرفة حقيقتنا. احنا ضوء الأكوان. في كل نفس أتنفس وأعيش قوة أبدية وخير أبدي وسلام أبدي. روحي أبدية، حياتي أبدية، أنفاسي أبدية. أنا قوة الأكوان، أنا قوة الأكوان، أنا قوة الأكوان. أبارك الماء العظيم، أبارك جسمي العظيم، أبارك أجسامي الضوئية العظيمة. إحنا عندنا نسخ كونية، مو جسم واحد،
ملايين من الأجسام إحنا، وبارك نسخي الضوئية، وبارك أرواحي الكونية، وبارك الضوء الذي هو أنا، وبارك قوتي، وبارك الأكوان التي هي أنا، جسمي أكوان الأبدية، روحي أكوان الأبدية. هذا ايش قال هذا؟ ها؟ 5 و 2 و 7 7 ونص. سهل جدا. بسيط جدا هذا. أنا قوة الأكوان، أنا قوة الأكوان، أنا روح أبدية عظيمة مباركة مقدسة، أنا إله النار، أنا إله النار، أنا إله النار. جسمي طاقات كونية عظيمة، روحي طاقات كونية عظيمة، خلايا جسمي طاقات كونية عظيمة. هذا كما قلنا 12 ونص تقريبا، 12 ونص. نعم. غمض عينك، انت في اعماق الاكوان، طاقات تنينيه مباركه مقدسه، اسمع صوت التنين. الاكوان العظيمه تباركنا، الأكوان العظيمة تملأنا بالحكمة والسلام والقوة. ضوء الأكوان يملأنا، حكمة الأكوان تملأنا، أرواحنا أنفاسنا ضوء أبدي. أنا ضوء أبدي، أنا ضوء أبدي، أنا ضوء أبدي، أنا ضوء أبدي.